سؤال حول تقييم تجربة تعليم عن بعد في المغرب خلال هذه المدة وكذلك في الدخول المدرسي. أعتقد أن الوزارة لم تقدم تعليما عن بعد خلال المدة السنة الدراسية السابقة ولا خلال هذه السنة، لأنها اعتمدت التعلم عن بعد وشتان ما بين التعليم عن بعد والتعلم عن بعد. ولكي يفهم المواطن والمختص وغير المختص هذه العملية هو أن نرجعوا شوية نتكلموا بالدرجة باش يفهموا الناس. التعليم عن بعد هو واحد التعليم، الفرق بينه وبين التعليم الحضوري غير التلاميذ ما تيكونوش مع الأستاذ في القاعة ديالو، المردودية ديالو وشكون اللي حسن، ماشي هذا هو موضوعنا، ولكن غادي نتحدثوا على شنو هو الفرق ما بين التعلم عن بعد والتعليم عن بعد. التعلم عن بعد هو هذا اللي كدير وزارة التربية الوطنية، كدير واحد الدروس وكتديرهم في القنوات اللي اتفقت معها، وكذلك كتديرهم في اليوتيوب وفي المصطلح ديال وزارة التربية الوطنية. وهذه الدروس موجودة وكل إنسان راه ممكن أنه يتعلم بوحدو، يمشي ياخذ هذاك الدرس وكيتعلم بوحدو. إذا هذا تسمى التعلم عن بعد، أن التلميذ كيمشي كيبحث على الدروس ولا يتسمع تما ولا يتصنت ولا كذا، فهم ما فهمش ماشي مشكل، راه هو حاول يتعلم عن بعد. وهذا هو اللي اعتمدته وزارة التربية الوطنية باستثناء واحد الفترة من الزمان اللي كانت تكلمت فيه على الأقسام الافتراضية، وهذا هو ما يسمى بالتعليم عن بعد، هو أنه كيكون هذا موجود في دول متقدمة اللي عندها الإنترنت وعندها الوسائل المتقدمة عند الآباء وعند المتعلمين، وكيدخلوا في نفس الوقت لواحد المنصة وكيتبادلوا الحديث والحوار مع الأستاذ، وتيكون واحد النسبة ما بين 10 حتى 15 متعلم، وكيناقشوا الدرس كيتقدم وهما كيشوفوا الأستاذ وتيشوفهم. بطبيعة الحال ما غاديش تكون نفس المردودية بحال التعليم الحضوري، لأن التعليم الحضوري فيه واحد العلاقة ما بين المتعلمين ومسألة ديال العين بالعين، وكنشوفو يشوفني ونشوف شنو سجل شنو كتاب شنو المشكل اللي عنده، في الحين كيطرح سؤال كنجاوب معاه. هذه كلها كتدخل فيما يخص التربية، وكيتربى كيفاش يريح كيفاش يثقف كيفاش ينوض كيفاش يطلب الكلمة كيفاش، هذه كلها كتدخل في إطار التربية. التعليم عن بعد ما فيهش المسألة ديال التربية، فيه التعليم، فيه معلومات، كنعطي معلومات، كنصنع بشر، ما فيهش نوع من البشرية، ما فيهش نوع من الأخلاق اللي ممكن يكتسبها المتعلم من ما بين الأقران ديالو ومن الأستاذ ديالو اللي هو غادي يكون بطبيعة الحال عند المتعلمين. راه كتعرف أي متعلم راه كاين عنده بعد الله سبحانه وتعالى، كيجي عنده الأستاذ أو الأستاذ ديالو هو، وعاد تيجي الأم أو الأب في الدرجة الثالثة. إذا وزارة التربية الوطنية لحد الساعة ما قدماتش التعليم عن بعد، ولهذا يصعب الحديث عن التعليم عن بعد. ولكن ممكن أننا نقول واحد الكلمة، إذا كنا حسب السؤال ديالك أنه نديروا تقييم التجربة ديال التعليم عن بعد، نقدر نقول لك راه العملية ما كتحتاج لخبراء، ما كتحتاج لدراسات، لا بيرو ديتيود ني ريان ديتو، كتحتاج أننا نرجعوا للتصريح ديال السيد وزير التربية الوطنية اللي كيقول لك أكثر من 85% من الآباء ما بغاوش التعليم عن بعد وبغى الحضوري. إوا صافي كفي، هذا راه جواب واضح. الآباء اللي عاشوا مع وليداتهم وعرفوا شنو هو المشاكل، بالإضافة أن راه نقدروا نقولوا ديك العدد اللي بقى اللي هو 15% أو كذا اللي ما طلبش التعليم عن بعد، يمكن تكون يا اما ما كاينش وسائل باش يجيو يتواصلوا مع السيد المدير في المؤسسه ديالو، لانه كانت العمليه ديال خص يتصلوا بالمدير في المؤسسه او يديروا بار انترنت، كاين اللي ما عندوش هذه الامكانيه. اذا راه حتى ديك ال 15% راه ماشي كلها باغيه التعليم عن بعد، هذيك راه فيها نقاش اخر، لانه ما عندناش امكانيات ديال الوسيله كيفاش غادي نقيموا هذه العمليه. اذا التقييم بصفه عامه التعليم عن بعد أساسي في بعض اللحظات اللي كنعيشوها كحالة ديال الوباء، هذا الوباء اللي كاين الآن في العالم كله في المغرب، وحفاظا على الصحة ديال المتعلمين والمتعلمات والأطر ديال وزارة التربية الوطنية، كيكون الملجأ أو الإمكانية الوحيدة هو ما نسميه بالتعليم عن بعد أو التعلم عن بعد. ولكن هذا ممكن يتم التطوير ديالو
ويمكن لان هذه العمليه ديال التعليم عن بعد راه دائما كنقولها في كتاباتي وفي تصريحاتي، هي ماشي مسؤوليه وزاره التربيه الوطنيه فقط، ولكن هي اكبر من وزاره التربيه الوطنيه بكثير، هي مسؤوليه الحكومه، لان هي اللي ما مجهزاش، هي اللي ما دايرهاش البنيه التحتيه، هي اللي ما دايرهاش الانترنت في كل شيء، هي اللي ما مخدماش الناس باش يكون عندهم امكانيه ديال يكون عندهم وسائل اخرى باش يشريوا لوليداتهم وباش يعني هذا واحد الحجم كبر من وزاره التربيه الوطنيه. وزاره التربيه الوطنيه ممكن انها تقدم هذه الدروس بهذا الشكل اللي هو احنا ما راضيينش عليه، لانه الفتره الاولى كان بنسبه ما رجال نساء التعليم كلهم تجندوا وكيقوموا بمجهوداتهم الخاصه، هذا كيصور بورتابلو، هذا كيصور بالبيسي ديالو، هذا تيطلب، هذا تيرغب، وكقاموا بواحد المجهودات جباره في بدايه ديال هذه الجائحه اللي هي السنه الدراسيه السابقه خاصه في الاخر ديال شهر 3 و4 و5. ولكن اليوم السيد وزير التربيه الوطنيه بحكم انه كيقول راه كاين عندنا 95% من القاعات المتعدده الوسائط، وانه راه الاستاذ من تما غادي يمكن يدير ويدير ويدير، هاد الجمله اللي دارت اللي هي اصلا ما صحيحاش، وما الى قال 95% وكتبقى 5%، نقدر نقول انا 5% هي اللي كاين عندهم هذوك القاعات المتعدده الوسائط، وان الانترنت اللي كتخلص فيها الملاير بهذيك الطريقه اللي تكلم عليها السيد وزير التربيه الوطنيه راه ما كايناش. الا كانت الوزاره كتخلص هذاك الشيء راه غير كيضيع داك الفلوس، ويمكن يدير السيد وزير التربيه الوطنيه بطريقه اخرى غير التقارير اللي كتوصل، لان هذا موضوع اخر ثاني يمكن تحدثوا عليه في حلقه اخرى فيما يخص المساله ديال التقارير.